السلام عليكم. إذن تمرين في النشر لو ديفلوبمون. إذن ديفلوبي بو ريدوير لي زيكريتور سويفونت. إذن نبداو أول تعبير. إذن 7x ناقص 2 3 ناقص إكس ناقص 2x زائد العدد 4. إذن أول حاجة غادي ندير هي غادي نشر، غادي ندير عملية النشر. إذن 7x مضروبة في 3، 7x مضروبة في 3، 7x مضروبة في ناقص إكس، إذن هي ناقص 7x مضروبة في إكس، ناقص 2 مضروبة في 3، ممكن مباشرة ندير هي ناقص 6x. ناقص 2 في ناقص إكس، إذن ناقص في ناقص زائد، إذن هي زائد، وجوج في إكس هي 2x، ناقص 2x زائد العدد 4. إذن دابا نحاولو نبسطو هاد التعبير هذا. 7x مضروبة في 3، إذن 7 في 3 هي 21x، 7x مضروبة في إكس، إذن هي 7x مربع، ناقص 6x. إذا لاحظوا معي هنا 2x ناقص 2x إذا 0، إذا كيبقى لنا العدد 4. هنا واش يمكن لي نزيد نبسط الكتابة؟ إذا غادي نشوف كنلقى هنا عندي إكس وهنا عندنا تعبير فيه إكس، إذا يمكن لي نجمعهم. إذا غادي ندير ناقص 7x كاري، نبدلهم الترتيب. إذن ناقص 7x كاري، إذن 21x ناقص 6x تساوي 14، إذن 21 ناقص 6 تساوي 17x، أو تساوي عفوا تساوي 21x ناقص 6x تساوي 15x زائد 4. الآن دابا غادي ندوزو للعدد الثاني اللي هو ب. إذن 2 ناقص 3x 4x زائد 5 ناقص 5x كاري زائد 2x ناقص 1. إذن أول عملية غنحاول ندير لو ديفلوبمون في هاد التعبير هذا. إذن 2 في 4x، 2 في 4x، إذن 2 في 4x، 2 في 5، 2 في 5 هي 10، ناقص 3x مضروبة في 4x، إذا ناقص 3x مضروبة في 4x، ناقص 3x مضروبة في 5. التعبير هذا كنولي نكتبو كما هو، ناقص 5x كاري زائد 2x ناقص 1، إذا 8x زائد 10 ناقص، إذا لاحظوا معايا هنا 3x في 4x، إذا 3 في 4 هي 12، و x في x هي x كاري، 3x في 5، إذا 3 في 5 في x، إذا هي 15x ناقص 5x كاري زائد 2x ناقص 1. دابا هنا خصني نحاول نبسط هاد الكتابة هاي. إذا كنجمع خصني نجمع لي زيكس كاري مع لي زيكس كاري، ولي زيكس مع لي زيكس، والأعداد المعلومة مع الأعداد المعلومة. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نحاول ندير لها إعادة الترتيب. إذا نبدأ الحد اللي عنده أكبر درجة، ناقص 12x كاري ناقص 5x كاري، والحد اللي كتبتو ما نعاودش نكتبو. إذا 8x ناقص 15
إكس زائد جوج إكس، إذا ويبقى لي زائد 10 ناقص 1. إذا دابا غنجمع هاد العددين بجوج، ناقص 12 إكس كاري ناقص 5 إكس كاري، إذا هما ناقص 17 إكس كاري. إذا 8 إكس ناقص 15، إذا 8 ناقص 15 هي ناقص 7، وناقص 7 زائد جوج هي ناقص 5، إذا ناقص 5 إكس، إذا إكس كاري ناقص 5 إكس زائد العدد 19 ناقص 1 هي 9. إذا هنا غادي نوقف حيث ميمكنليش نزيد نبسط هاد التعبير هذا. دابا التعبير الموالي، إذا سي تساوي إكس ناقص 1 7 ناقص إكس، إذا زائد 3 عامل 4 إكس كاري ناقص جوج إكس ناقص 3. إذا خصني نحيد الأقواس، إذا باش نحيد الأقواس كنديرو النصر. إذا عندنا إكس مضروبة في 7، إذا هنا غادي نحاول نكتب بشكل مباشر إكس في 7 هي 7 إكس، إكس مضروبة في ناقص إكس، إذا ناقص حدو الإشارة، إكس في إكس هي إكس مربع، ناقص 1 في 7 إذا هي ناقص 7، ناقص 1 في ناقص إكس إذا ناقص في ناقص زائد، إذا 1 في إكس هي إكس. كذلك هنا خصنا ندير النشر، إذا 3 في 4 إكس كاري، 3 في 4 هي 12، إذا 12 إكس كاري، 3 في ناقص جوج إكس، 3 في ناقص جوج إكس هي ناقص 6 إكس، 3 في ناقص 3 هي ناقص 9. دابا نحاولو نبسطو هاد الكتابات هادو. إذا غنجمع لي زيكس كاري مع لي زيكس كاري، إذا عندنا ناقص إكس كاري زائد 12 إكس كاري 7 إكس زائد إكس ناقص 6 إكس، بقات لي العدد المعلومة اللي هي ناقص 7 ناقص 9. إذا ناقص إكس زائد 12 إكس يعني ناقص 1 إكس كاري زائد 12 إكس كاري كتساوي لنا 11 إكس كاري. إذا 7 إكس زائد إكس هي 8 إكس ناقص 6 إكس هي 2 إكس، ناقص 7 ناقص 9 هي ناقص 16. الان دابا غادي ندوزو للدي، ودائما بطبيعه الحال بالنسبه لكم نتوما خصكم تحاولوا تنجزوا هذه العمليات وعاده تشوفوا الحل. اذا 5 اكس ناقص 6 ناقص 4 عامل 2 اكس كاري ناقص 7 اكس زائد 1. اذا هذه العمليه فهي شبيهه بالعمليه السابقه، إذا أول حاجة غادي نديرو النشر، إذا 3 مضروبة في 5 إكس هي 15، 3 في 5 هي 15، إذا 15 إكس، 3 مضروبة فاش؟ في ناقص 6 هي ناقص 18، ناقص 4 إكس في 5 إكس، ناقص 4 إكس، إذا ناقص 4 في 5 هي ناقص 20، و إكس في إكس هي إكس كاري. إذا ناقص 4 في ناقص 6، إذا ناقص في ناقص زائد، 4 إكس في 6 هي 24 إكس. الآن دابا انتبهوا، ناقص 4 في هذا العدد هذا، ناقص 4 نضربوا العدد نستعملوا إشارة، إذا ناقص 4 في 2 إكس كاري، إذا هي ناقص 8 إكس كاري، ناقص 4 في ناقص 7 إكس هي زائد 28 إكس.
إكس وناقص 4 في 1 هي ناقص 4. إذا دابا نحاولو نبسطو هاد الكتاب، نبداو بالحد اللي عنده أكبر درجة. إذا ناقص 20 إكس كاري ناقص 8 إكس كاري، من بعد ندوزو لي زيكس، إذا زائد 15 إكس زائد 24 إكس زائد 28 إكس، من بعد ناقص 18 إعداد المعلومة ناقص 4. إذا نجمعو هاد الحدين بجوج، ناقص 20 إكس كاري ناقص 8 إكس كاري، إذا هي ناقص 28 إكس كاري. إذا 15 إكس زائد 24 إكس زائد 28 إكس، إذا إلى جمعنا فغتعطينا 52، 62، إذا 67 إكس، ولا جمعنا العدد اللي بقى فغيعطينا ناقص 22.